مقابل إطلاق لبنان سراح بعض السجناء الإسلاميين. الجانبان دفعا أثمانا وقبضا أخرى، لكن البعض يرى أن هناك أثمانا لم تدفع بعد، كون هذه الصفقة تمت في زمن قياسي وفي ظل عدم التصريح الكامل عن طبيعة المفاوضات التي جرت، ما يضع أبعادا وسيناريوهات جديدة ستزيل أو يزيل غموضها في الأيام القادمة. نتابع.